خفتي؟ لا لا، أنا بقلبي مو شيطان، أنت ما فهمتي علي. ممثل سوري ينتقد لقاء سلافة وخرجي بالرئيس بشار الأسد، طريقته الساخرة عرضته لهجوم حاد من المتابعين. نشرت الممثلة السورية سلافة وخرجي عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام صورة لها بضيافة الرئيس السوري بشار الأسد، وأعربت سلافة وخرجي عن سعادتها بلقاء ومقابلة الرئيس السوري، حيث أرفقت الصورة بالتعليق التالي: شكراً سيدي الرئيس لشرف اللقاء، حماكم الله لما فيه خير هذا البلد. الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، وتفاوتت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. بس بعرف إنه في شيء هيك عم بشدني إلك. بدوره الممثل والمنتج السوري فراس إبراهيم انتقد لقاء سلافة وخرجي وزوجها وائل رمضان بالرئيس السوري بشار الأسد، معتبراً أن لا مبرر لهذا اللقاء، خصوصاً في الوقت الذي يعيش فيه البلد أزمات اقتصادية خانقة. وفي منشور على حسابه عبر فيسبوك تساءل فراس إبراهيم عن دواعي لقاء بشار الأسد بسلافة وخرجي وزوجها دون غيرهم من الفنانين، فقال: من المفيد أن نعرف ماهية وطبيعة الحوارات والنقاشات والأحاديث التي دارت بينهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكذلك معرفة النتائج التي تمخضت عن هذا اللقاء. طلعتي مثل أمك وعلى أسوأ. طيب أنا إيش بيطلع بيدي؟ وأنا إيش ذنبي؟ وأردف كلامه بطريقة اعتبرها المتابعون ساخرة، ما حدث خطوة إيجابية مبشرة أسعدتني جداً، لكني سأكون أكثر سعادة بمعرفة أسبابها وأبعادها ونتائجها. كلام إبراهيم لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، حيث راح البعض منهم يهاجمه، الأمر الذي استدعى رداً من فراس إبراهيم فكتب: في الحقيقة كان بإمكاني الاتصال بوائل أو سلاف لمعرفة ما دار في هذا اللقاء، ولكن بما أن اللقاء معلن وجاء في ظروف صعبة فرأيت من الجيد أن يعرف الناس كيف يستثمر الزملاء لقاء بهذا الوزن للحديث بمواضيع بالغة الأهمية. أنا شفت شغلكم اليوم، كسر دياتكم على الشغل. وتابع: في الواقع صحوت من النوم على تعليقات غير لائقة بحقي، ولا أعرف لماذا وصل الناس إلى هذا المستوى. أنا لا أطلب تقارير من أحد، ولا أطلب من أحد أن يطلب إذني، ولكن أسوة بكل لقاءات الرئيس الشعبية والرسمية تخرج الرئاسة بخبر عن فحوى الزيارة ونتائجها، فهل هناك ما يعيب بأن نطلب ولو من باب الفضول معرفة ما تم في هذا اللقاء، بدلا من أن نسمع عشرات القصص والتسريبات التي ليس لها أساس من الصحة؟ دمتم بخير. صحيح مو أول مرة بنشوفك، بس أنت دائما أحلى من كل مرة. الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها الممثلة السورية سلافة وخرجي بالرئيس السوري بشار الأسد، كما أنها معروفة بالعلاقة الجيدة التي تجمعها وزوجها به. صباح الخير من جامعة دمشق، هلأ خلصت الامتحان رقم 4. وفي وقت سابق توجهت الفنانة السورية سلافة وخرجي بالشكر إلى الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء الأسد لمواساتهما لها على وفاة والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي.